أكوان الله وآياته أفاق النور وبركاته مرج البحرين بحكمته لا يبغي ملح وفرات خلق الأكوان وزينها أضواء النور وسبحات وجبالا أرسى بقدرته زرع وثمار ونبات أحوال الخلق يدبرها شهدت بالجود الخيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم في هذا اللقاء الإيماني العلمي المبارك لنعيش مع هذه الحقائق التي تتجلى أمامنا اليوم بلغة العلم. الله تعالى أمرنا أن ننظر في هذا الكون، قال عز وجل: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال في آية أخرى: قل سيروا في الأرض. سيروا أمر من الله تعالى، فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. فإذا ما سرت أيها الإنسان في الأرض وتأملت كيف كانت بداية الخلق وحقيقة هذا الخلق، لابد أنك ستدرك أن الذي خلق هذه المخلوقات قادر على النشأة الآخرة، إنه على كل شيء قدير. اليوم أيها الأحبة سوف نتأمل عالم الماء، عالم عجيب جدا الحقيقة، ونتأمل يعني كيف يتشكل المطر وكيف ينزل، وكيف أن الله لولا هذه الدورة، دورة الماء، يعني لم تنشأ الحياة أصلا، لاختفت على وجه الأرض، لتبخرت المياه منذ زمن، ولكن الله وضع نظاما مقدرا جدا. يعني دعوني أتأمل معكم هذا النظام من خلال هذه الرسومات التي تبين لنا أن مياه البحر في البداية تتبخر بسبب الشمس وبسبب التيارات الهوائية التي تدفع جزيئات بخار الماء إلى الأعلى، وتحدث ظاهرة التبخر، وتصعد كميات كبيرة جدا، ملايين الأطنان من ذرات بخار الماء إلى طبقات الجو، حيث تتكثف. هنا الشمس لها دور مهم جدا، يعني لولا الشمس لم تتبخر المياه، ولولا طبقات الغلاف الجوي لم يتكثف هذا الماء، ولولا وجود البحار لم تكن هناك مياه أصلا. لذلك حتى الشمس مسخرة لنا تخدم في هذا المجال. هنا تكثفت هذه الجزيئات المائية وشكلت الغيمة، ثم بدأت تنزل على شكل أمطار. سبحان الله، يعني انظروا إلى هذه الدورة المتقنة التي أحكمها الله سبحانه وتعالى بقدرته، بحيث أنها تتكرر كل عام، فما من عام بأمطر من عام، كل عام سبحان الله تتكرر نفس الدورة. والشمس هي المولد أو الدينامو، هي محرك هذه الدورة، هذه الشمس سبحان الله. هنا أتذكر معكم آية كريمة، قال تبارك وتعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، هو الشمس، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. إشارة علمية رائعة جدا إلى دور الشمس في نزول المطر. آيات للموقنين. ها
هذه الحقيقة لم يكن أحد يعلمها زمن نزول القرآن، لأن الحقائق العلمية هذه اكتشفت حديثاً أحبتي في الله، واكتشف أن الشمس لها دور أساسي جداً، لولا الشمس لم تنزل قطرة مطر. إذن هناك علاقة بين الشمس وبين نزول المطر. هذه العلاقة أشار إليها القرآن في آيتين متتاليتين ربط بينهما، قال تعالى: وجعلنا سراجا وهاجا، هي الشمس، مباشرة بعدها وأنزلنا من المعصرات الغيوم، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، ربط بين الشمس السراج الوهج وبين الماء الثجاج الغزير. إذا من كان يعلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحقيقة العلمية؟ من كان يتصور أن هناك ربط بين الشمس وبين حرارة الشمس هذه وبين بخار الماء وبين نزول المطر؟ الحقيقة أيها الأحبة، هذه الحقائق تذكرني أيضا بقول الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يعني هذه الحقائق يجب أن تكون آيات بالنسبة لنا، نزداد بها إيمانا ونزداد بها يقينا للخالق عز وجل. طبعا هذا الماء أيها الأحبة يخزن في الأرض ثم يخرج بعد ذلك على شكل ينابيع، قال تبارك وتعالى: فسلكه ينابيع في الأرض. انظروا أيها الأحبة، أشار إلى أن نفس ماء المطر هو الذي يخرج، وأن ماء الأرض خرج منها، قال تبارك وتعالى: أخرج منها ماءها ومرعاها. يعني أخرج من الأرض ماءها، لم يقل أخرج الماء، قال أخرج منها ماءها، أي أن الماء الذي نزل من السماء، تبخر من البحار أصلا، هو ماء الأرض، ثم وصل إلى الغيمة ثم نزل إلى الأرض وتم تخزينه تحت الأرض في كمياه جوفية وغير ذلك، ثم يخرج على شكل ينابيع وأنهار. هذا هو ماء الأرض، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته للموقنين رتلت ذكرا مبينا، شمسه بالنور تسري جل من أقرى العيون، أبدع الأغصان فضلا، أنبت الحب الحصينا، أجرى بحرا عند بحر، برزخ الآيات فينا، مالك الأقدار ربي سامع.